عضوة المكتب التنفيذي لمنتدى المناصفة والمساواة، نائبة برلمانية سابقة. بأن النساء هن مال بشري لا مادي غير مستثمر بالشكل الأمثل داخل المجتمع. أكيد ما ننصح يعني أن نفوض مباشرة في نقاش الموضوع. هذا النقاش باش يمكن أن يقدموا يترافعوا على إدماج حقيقي وإعمال حقيقي للمساواة والمناصفة في الوظيفة العمومية بشكل عام انطلاقا من دراسة ميدانية محددة. نتوما عبد الصادق السعيدي رئيس ودادية موظفي العدل مدينة أكادير تحتضن الملتقى الوطني الخامس لنساء العدل بعد 4 ملتقيات اشتغل فيها المشاركون والمشاركات على قضايا تهم المسألة النسائية عموما والقضية النسائية على مستوى قطاع العدل. وضمن فعاليات الملتقى الوطني الخامس قررنا نشتغل على قضية لا تقل أهمية عن بقايا القضايا من داخل القضية النسائية، ألا وهي موقع نساء العدل في مواقع القرار داخل هذا الملتقى الذي ننظمه بتنسيق مع النقابة الديمقراطية للعدل. وودادية موظفي العدل اختارت أن توجه الدعوة لمختلف الفاعلين الأساسيين في منظومة العدالة، وزارة العدل، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وأيضا مؤسسات الوسيط، فضلا عن العديد من النخب النسائية الحقوقية السياسية المهتمة بتطور القضية النسائية في بلدنا. وعلى كل، نحن أمام قضية ليست بسيطة، ليست يعني هي قضية مركبة، هي قضية ذات أبعاد متنوعة ومختلفة. والأرقام اليوم التي أمامنا تسائلنا بشكل كبير، أرقام التي نتملكها داخل منظومة العدالة. هناك حضور قوي للنساء داخل منظومة العدالة، سواء كاتبة الضبط أو القاضيات أو المحاميات، ولكن بالمقابل يعني تكاد النسبة تصل إلى 50% داخل هذه المكونات. ولكن المفارقة أنه بالمقابل عدد النساء في مواقع المسؤولية نسبة هزيلة جدا. وهذا يؤكد على أنه الدولة يعني بذلت جهودا كبيرة على مستوى تطور ملف النساء في بلدنا من خلال العديد من القوانين، سواء مدونة الأسرة، مدونة الشغل، والعديد من قانون مناهضة العنف، العديد من القوانين. هذا المجهود لا يواكبه يعني تقدم في مستوى تحمل النساء لمواقع المسؤولية. بالتالي دورنا هو اليوم سنصدر توصيات بعد العديد من النقاشات، سواء داخل الدول الوطنية الداخلية أو الجلسة الافتتاحية أو الدورة التكوينية التي ستكون غدا. سنصدر توصيات، سنترافع حولها مع مختلف المكونات، ونعول على هذه الإرادة التي عبر عنها اليوم وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ومؤسسة الوسيط، لنتمكن من تأهيل النساء وتمكينهن من تحمل المسؤولية. صغير جماعة، رئيسة كتابة النيابة العامة بالاستئنافية الديني. حضورنا اليوم جاء في إطار يعني الدعوة ديال الملتقى ديال المرأة العادية اللي في النسخة ديالو الخامسة، واللي هذا الملتقى هو تقليد سنوي اعتادت الودادية موظفي العدل والنقابة الديمقراطية العدل لإحيائه. هذا الملتقى اليوم اللي تاخذ واحد الشعار هو متعلق بالمسؤولية. هذا الموضوع اللي صراحة شغل بال ماشي غير الشغيل العدلية، وإنما هو ولا موضوع رهيني. الملتقى اللي فيه مجموعة من الفقرات اللي تميزت به
اللي وضعته اللجنة المنظمة مجموعة من البرامج، هي فرصة أول شيء لصلة الرحم مع كافة الزميلات، وأيضا للوقوف على هذا الموضوع اللي كنتمنى من الله سبحانه وتعالى أن نتوفقوا فيه ونترافعوا فيه من خلال التنظيمات اللي هي المسؤولة على المشاغل ديال هيئة كتابة الضبط. لمتي وديعة، منتدبة قضائية بمحكمة الابتدائية بمراكش. اليوم كنحضروا الملتقى الوطني الخامس لنساء العدل المنظم من طرف ودادية موظفي العدل تنسيقا مع النقابة الديمقراطية للعدل، وهذا تشريف بالنسبة للمرأة العدلية. الملتقى درس مجموعة من النقاط حول مسؤولية تحمل المرأة العدلية والقيادة، وهذا تشريف بالنسبة للمرأة العدلية، وذلك لتحقيقها مجموعة من النسب وفي جميع المجالات وتحملها المسؤولية في جميع المؤسسات سواء العدلية أو غير ذلك. فهذا يشرفها وهذا يعطيها مجموعة من الامتيازات لتحمل المسؤولية.